وللمساهمة بنشاط وفعاليات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وترسيخ الديمقراطية في بلدنا العزيز والجميل تشاد، تم إنشاء الحزب المسمى مسيرة لإعادة التأسيس والتوافق MRC، مصرح له بالعمل بموجب أمر تم توقيعه في 7 أغسطس عام 2023. حزب MRC هو حزب اشتراكي وهو حزب معارض ديمقراطي، ويعلن تمسكه بمثل المساواة والحرية والعدالة والديمقراطية التعددية وفقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية تشاد. إنه مفتوح للتشاديين من كل الجنسيين الذين يحبون السلام والحرية